حنا تنتواجدوا دابا في فضاء الحزيه، مخيم الحزيه. المخيم ديالنا فهو الفئه المستهدفه ديالو اطفال العالم القروي ديال منطقه الكنتور، بشراكه مع لو سي بي. حنا عندنا دابا حاليا 240 طفل من بين 1700 اللي هي مبرمجه هذه السنه ان شاء الله تعالى للاطفال ديال العالم القروي. تقريبا واحد النسبه ديال 40% ديالها فهي اينات. هذا البرنامج فهو مندرج في واحد البرنامج اللي هو سنوي، تيتضمن مجموعه من المسائل كتأثير التربوي ديال الشباب، كمخيمات الربيعيه، المخيمات الصيفيه. بالنسبه لنا حنايا دابا هاد الوليدات هادو تيستافدوا من مجموعه ديال الورشات اللي هي تربويه ضمن واحد البرنامج بيداغوجي اللي منظم بجميع المعايير اللي هي حطها الوزاره. كاين واحد المجموعه ديال الورشات غادي نشوفوهم دابا، من بينهم كاين الموسيقى، كاين المعامل التربويه، كاين الانشوده، كاين مجموعه ديال الخرجات، كاين السباحه لا على مستوى البحر ولا على مستوى المسبح. مجموعه ديال المضامين التربويه تتلقاها الطفل في المخيم اللي كاين هنايا في الحزية. غادي نشيروا بانه هاد الاطفال هادو فهما من مناطق مختلفه من عمليه بن قرير. كاين عندنا هذاك التلاقح ديال مجموعه ديال المناطق، رغم انهم تنتميو تقريبا لواحد المجال جغرافي موحد، ولكن تنحاولوا ما امكن انهم مجموعه ديال الاطفال يتخلط، يكونوا هذاك التجانس ويكون هذاك الاختلاط بيناتهم باش يتعرفوا على اصدقاء جداد، يتلاقحوا ما بيناتهم فيما يخص المعارف والمكتسبات ديالهم. مخيم الحوزية هو من المخيمات اللي كتستقبل أطفال العالم القروي، واللي كتنظمها منظمة المتحدة لكشافة ومرشدات بجهة مراكش، وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم ومع الأو سي بي. بالنسبة للبرنامج ديال المخيم كيبدا من الصباح بورشات بمصالح الخاصة والعامة ديالها، ورشات اللي كتعتبر من الورشات المهمة في المخيم، مثال ديال ورشة الرسم، المعامل اليدوية، الأنشودة، الموسيقى، كتكون السباحة أيضا في الصباح، ومن بعدها تتكون وجبه الغداء، كتكون القيلوله ديال الاطفال باش كيستريحوا شويه. من بعدها كنكملوا الورشات ديالنا بورشات مختلفه اللي كتعجب الاطفال وكيتحمسوا فيها، وكيكون اجواء تعاون مع بعضياتنا بروح تنافس الايجابي، بروح الجماعه، واللي ضيف واحد الإضافة للأطفال. داكشي زوين، مؤطرين تما أحسن مؤطرين، وأحسن مدينة جينا ليها، وكيديرنا الصباح ملي كتفيقوا كنفيقوا كنفطروا وكنمشيو نقادو الشومبرات ديالنا وكنمشيو للبحر أولا بيسين، وكنرجعوا وكنتغداو وندوشوا اللي نتغداو ونديروا القيلوله، نديروا فيها المسرح، وفي العشيه كنديروا الكوتشي، وكنوجدوا داكشي اللي غادي نديروا في الليل في الساره، كنمشيو نتعشاو وكنجيو نبدلوا وكندخلوا الساره، ملي كنكملوا الساره كنمشيو نعس. تعرفت على اصدقاء جداد، من احسن الاصدقاء اللي تلاقيت معاهم، من احسن المؤطرين اللي لقيت، من احسن مؤطره اللي لقيت هي كوثر، استاذه كوثر هي احسن مؤطره جات عندنا. من احسن المؤطر ديالنا هو استاذ زكريا، هما احسن مصور.
كان عجبني في مخي باننا كنمشيو لابيسير كنمشيو للبحر وكيعلمونا بزاف ديال الاشياء اللي زوينين واللي مفيدين وبزاف وبزاف ديال الاغاني وديال المواهب وديال المسرحيات وديال الفنون ديال الفنون كيعلمونا حتى العاب زوينين.